ومن الاخبار اللي حصلت امبارح للاخبار اللي هتحصل النهارده، النهارده هتبدا حملات مكثفه في محافظه بورسعيد لتنفيذ كل قرارات ازاله التعديات على املاك الدوله في المحافظه وعددها 312 قرار ازاله. النهاردة كمان جامعة الأزهر هتفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد وهتستمر لحد يوم 14 نوفمبر. النهاردة كمان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا هتقطع المية من الساعة 9 الصبح ولحد الساعة 3 العصر في مدينة صملوط بالكامل لأعمال الصيانة. أيضا النهاردة المتحف القومي للحضارة المصرية هيستضيف فعالية اسمها سر الملكة تي، وهتكون عبارة عن ورش عمل تشرح أسرار كتير في حياة السيدات في مصر القديمة وبالأخص الملكة تي.